مساء الخير. النادي عن صوت العرب، صوت العرب من القاهرة عندما انطلق وتألق صوت العرب من القاهرة. صوت العرب هذه الإذاعة التي صارت كانت لزمن طويل جدا، نتمنى أن يعود، كانت واحدة من أهم وأحيانا على الصعيد الشعبي أهم أسلحة، الأسلحة الموجودة في ترسانة قوة مصر الناعمة الهائلة، خصوصا وتحديدا في أمتها العربية. لم يكن أي مواطن بسيط في أي قرية في أي ضيعة في أي شق حتى في جبال هذه الأمة العربية وفي أي في على اتساعها من المحيط إلى الخليج إلا وينتظر صوت مصر من القاهرة عبر أثير صوت العرب. صوت العرب الشهر اللي فات تحديدا يوم 4 يوليو احتفلت، المفروض كنا جميعا نحتفل معها ب 64، ان اكملت 64 ربيعا من عمرها. هذه الاذاعه التي ولدت عملاقه يوم 4 يوليو 1953، وعلى فكره هي يعني اليوم ده البث الاذاعي بتاع صوت العرب كان فقط نصف ساعة، نصف ساعة كان افتتحها الإذاعي الكبير الرائد الكبير حسني الحديدي، والتتر الغنائي والمقدمة الغنائية اللي فضلت مصاحبة صوت العرب لفترة طويلة جدا، وأظن لغاية دلوقتي أمجاد يا عرب أمجاد، ودي كلمات عبد الفتاح مصطفى الشاعر الكبير الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى، ولحن أحمد صدقي وبيشدو بها كارم محمود. بعد كده طبعا سمعنا لبيك يا علم العروبة كلنا نفدي الحما. كان صوت العرب من القاهرة، وكانت القاهرة هي صوت العرب، هي التي باسم العرب تنطق مع التقدم ومع النهوض ومع التحرر ضد الاستعمار وضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات هذه الأمة، وتدعم، كانت واحدة من أهم أسلحة الحرب ضد الاستعمار، وكانت في ترسانة كل حركات التحرر العربية، طبعا التحرر العالمي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. كانت شبكات وإذاعات مصر التي توجه، الإذاعات الموجهة، ودي إن شاء الله هنعمل لها حلقة مخصوص، الإذاعات الموجهة التي كانت تنطق بكل لغات البشر وتسمع صوت مصر وصوت الأحرار وصوت الحرية وصوت التقدم من مصر، ينطلق من مصر عبر أثير هذه الموجات الإذاعية إلى كل مكان. لكن في الأمة العربية كانت صوت العرب من القاهرة، نجوم العظيمة، الرواد الكبار الذين هم رواد على كل الأصعدة، على الصعيد المهني وعلى الصعيد القومي والوطني والعروبي، كانوا رواد وأساتذة كبار جدا. من ينسى أحمد سعيد وصلاح زكي ومحمد عروق وأمينة صبري، وطبعا الرواد الكبار اللي استقبلوهم من نوع الأستاذ حسني الحديدي اللي قدم أول برامج، أول بس في أول يوم 4 يوليو 53. 4 يوليو 53 نص ساعة دي كان فيها زي ما قلت لحضراتكم بالتقديم حسني الحديدي وأنشودة أمجاد يا عرب أمجاد، وكلمة رئيس الجمهورية رئيس مصر وقتها
اللواء محمد نجيب، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية وقتها عبد الخالق حسونة. لكن صوت العرب هذه خاضت باسم الأمة العربية معارك هائلة، وكانت زي ما قلت سلاح في الحرب ضد الاستعمار والحرب ضد الهيمنة الأجنبية والحرب ضد التخلف والحرب ضد الاستغلال. كل هذه الوحوش التي كانت وما زالت للأسف تأكل أو تحاول أن تأكل في بدن هذه الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. على العموم لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك لسببين. أول سبب الأول والأهم هو ضيفنا الليلادي، واحد من أهم فرسان صوت العرب، وهو يعني يجمع إلى أنه إذاعي كبير وقدير، أيضا هو مثقف كبير جدا وصحفي وكاتب وفنان. قلت قبل كده هو احنا تشرفنا بأننا استضفناه قبل كده الأستاذ محمد الخولي، وقلت ان هو ضمن صفاته الكثيرة انه فنان، إضافة الى انه إذاعي كبير ووطني بارز وكاتب لا يشق له غبار، هو ايضا فنان كبير. الأستاذ محمد الخولي بعد الفاصل مباشرة هنحكي معاه، هيحكي لنا حكاية، هو اللي هيحكي لنا حكاية صوت العرب من القاهرة عندما تألق وارتفع وأسمع الدنيا صوت التقدم والتحرر والنهوض والحرية. هنكمل وباقي هذه الحلقة مع الأستاذ الخولي بعد الفاصل. العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. أمجاد يا عرب أمجاد ببلدنا كرام أسياد، أمجاد يا عرب أمجاد ببلدنا كرام أسياد، أمجاد يا عرب أمجاد، أمجاد يا عرب أمجاد أمجاد يا رب أمجاد، اشطروا الجبال الشم من سيرة رهان أبطال، اشطروا الجبال الشم
من سيرة رجال أبطال تكتبها السيوف بالدم مسطورة على نرمال أجدادنا فخر الأجداد أولادنا يا ذي الأولاد أمجاد يا عرب أمجاد في بلادنا زرار أسياد أمجاد يا عرب أمجاد في بلادنا زرار أسياد أمجاد يا عرب بجد التحية لحضراتكم مرة تانية وبنحييك يا أستاذ محمد تحية العروبة. ألف شكر كتر خيرك. ويعني دايما أنا شخصيا بسعد جدا وكتير من المشاهدين لما حضرتك أنت قلت لنا مرتين شرفتنا مرتين. هو اللي بيسعدنا الموضوع اللي احنا بنناقشه لأنه جزء من إنجازات الوطن أحلام الوطن عظمة الوطن. صحيح. فالواحد وانا بدات ادمع وانا قاعد لمجرد اسمع. انا حسيت امجاد يا عرب امجاد. استاذ محمد حضرتك من الرواد مش من الرواد يعني بالمعنى في السن لكن من الفرسان الكبار في اذاعه صوت العرب وانطلاقها المبكر ده بعد الثوره بشهور يمكن ما كملش او سنه بالظبط اقل بايام سنه ايوه بالظبط السنه ثوره يوليو ناقصه حوالي 19 يوم تقريبا 4 يوليو 53. اذا البعد العروبي في ثوره يوليو كان واضحا حتى يعني بداياته ظهر من منذ مطلع عمر هذه الثورة وانه يعني الدور الذي يجب ان تلعبه مصر هذا الثقل الهائل الذي لا يمكن تعويضه في امتها العربية ده كان واضح من البداية وهو اللي اعطى صوت العرب طبعا كمان بفضل خبرات ومواهب كبيرة جدا كانت في صوت العرب في انطلاقها وأظن يمكن ما زالت موجودة. موجودة يعني ده سلاح موجود عندنا صحيح لكن يبدو انه هو مش لا يستخدم بكفاءة يعني الآن ما عشان كده عندما نحاول أن نتتبع حكاية صوت العرب سواء على المستوى المصري أو على المستوى العربي أو على مستوى رزنامة الإعلام العالمي هو ده اللي بيخلينا نقول انه ممكن جدا في مرحلة ما لا أدريها انه مش حول استعادة ولكن الاستمرار وبداية البناء على ما سبق قبل كده والحقيقة يعني عندما نحاول ان نحكي حكاية صوت العرب وانا بالذات وانا بتكلم دايما بيبقى توجهي الى اجيال الشباب لانه المناهج الدراسية لم تعطي هذه المؤسسات وأمثالها حقها الحق الطبيعي في الاهتمام أنا دايما بفكر حكاية صوت العرب لابد أن تروى في رأيي المتواضع عبر ثلاثة محاور كل محور يحمل اسم رجل المحور الأول واضح تماما بديهي بيحمل اسم واحد اسمه جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر في تلك الفترة يعني 35 سنة إنما 35 سنة عمره 35 سنة شاب صغير 35 سنة إنما جاي جاهز يعني إيه سيبك من المشاهد في مصر مشكلة الاستيلاء على السلطة والانقلاب اللي تحول إلى ثورة وده شيء معروف خلاص لكن الفكر جاهز يعني إيه يعني جاي وقد ثقف منذ الأربعينيات سواء عندما كان طالبا في الكلية الحربية أو عندما كان دارسا في كلية أركان الحرب ثقف إيه؟ ثقف يعني إيه عروبة من غير شعارات لكن درس كتير قوي وخصوصا تاريخ الحملات طبعاً العسكرية طبعا الأستاذ الخولي يعني فضلا عن مواهبه الكثيرة موهبته اللغوية فهو يقصد بثقفة أي ثقف نفسه
تعلم درس واطلع وقرأ أشياء كثيرة جدا. والحقيقة هذا الكلام اللي أنا بقوله بيسنده حاجة بسيطة جدا، إنه في تلك الفترة اللي احنا بنحكي فيها اللي هي فاتح الخمسينيات بعد ثورة 52، أصدر جمال عبد الناصر كتابه البسيط الصغير ده اللي هو اسمه فلسفة الثورة. وحكاية إيه؟ هو كعسكري أول حاجة بيعملها يقول لك دورية استكشاف. يعني قبل أن تعمل سياسة تضع قدمك في مجال من المجالات لابد أنك تشوف مسرح العمليات شكله ومستوى إيه؟ ولذلك البعد العروبي، وأنا بقول الكلام ده قبل صوت العرب، البعد العروبي كان واضحا وضوح الشمس في فكر عبد الناصر وفي وجدانه. ليه؟ لأنه هو بيقول لنا فلسفة الثورة إيه؟ فلسفة الثورة 53-54 بيقول أنه طلائع الوعي العربي كانت بازغة في وجدان عبد الناصر عندما كان في المدرسة الثانوية في الثلاثينات. ليه؟ كانت طلبة في تلك الفترة يخرجون كل يوم 2 نوفمبر من كل عام يهتفون يسقط وعد بلفور. حتى قبل تأسيس، قبل إعلان الدولة الصهيونية، قبل أي شيء يسقط وعد بلفور اللي هو سنة 1917. نعم، اللي هو الوعد أو الرسالة المشهورة التي وعد فيها وزير خارجية بريطانيا في سنة 1917 بإيه؟ بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو الذي مطلب الحركة الصهيونية الأساس لإنشاء الدولة اليهودية أو الصهيونية في فلسطين. بعد كده مش بس اقتصر الأمر عند عبد الناصر على الوعي والقراءة، وإنما خاض تجربة الحياة والموت في 48. أرض فلسطين نفسها، في أرض فلسطين في حرب 48. وأيضا نرجع تاني، هو بيقول أنا كنت محاصر مع المجموعة بتاعته في الفلوجة، فلمح طفلة صغيرة بتجري بين الأنقاض حائرة، ربما بتبحث عن لقمة، ربما بتبحث عن أي شيء. فأول انطباع وكتب ذلك قال قد يحدث هذا لابنتي، لأنه بنته كانت اتولدت اللي هي هدى. في نفس ده الفكر العاطفي، وبعد كده بسرعة جدا نقل وقال إيه؟ إن الذي حدث في فلسطين سنة 48 وقبلها كان يمكن أن يحدث، وما زال احتمال حدوثه قائما لأي بلد من بلدان المنطقة ما دمنا مستسلمين للظروف والعوامل التي تحكمنا حتى الآن. هذا البعد والدور بقى للعبته صوت العرب في حركات الجزائر وفلسطين واليمن والجنوب العربي. نعم. هذا الشاب تولى السلطة يريد أن يترجم بقى الوعي ده إلى حركة، والحركة دي لابد أن يكون لها قيادة، والقيادة دي بالنسبة لي وبالنسبة للتاريخ، الحركة التاريخ اسمها مصر، ولكن مصر لابد أن تؤدي دور وهي اسمه دور الريادة. وأيضا قال إيه؟ هذا الدور ليس دور زعامة ولكنه دور تفاعل مع شعوب المنطقة. الفكر ده لازم يترجم. هنا نيجي للمحور الثاني. المحور الثاني بيحمل اسم ضابط من أعوان عبد الناصر وزملائه أو تلاميذه. الضابط ده أنا هتكلم عنه الأول. كلف، مش عايز اقول اسمه، خليك لا تقول، كلف بدورية استكشاف، نفس الاستكشاف بس بقى ايه؟ استكشاف ميداني على الارض. هذا الضابط باسم مستعار كلف بان يمشي في او يقول في منطقة المشرق العربي، خصوصا الخليج واليمن الى حتى جنوب العراق. الضابط ده بالاسم المستعار محمد فتحي الديب، لا معلش ما كانش الديب، محمد فتحي مبروك. انا اعرف الحكايه دي بشكل خاص جدا. طيب. محمد فتحي مبروك ولف ورجع قال لعبد الناصر يا فندم احنا لازم نبتدي نتواصل مع هالأمة العربية من خلال الاختراع العظيم اللي هو سادة مصر وقتها طبعا، اللي هو اسمه الراديو او الراديو. واتفق بعد ذلك هذا الاسم اللي حضرتك قلته، السيد محمد فتحي الديب، الرجل الذي كان معاونا لعبد الناصر وكان اشبه الى الجندي المجهول، لم ينل حقه كما ينبغي. صحيح. من الشهرة ومن التكريم، لكن انا بقول الكلام ده احقاقا للحق وتصحيحا للتاريخ. ويعني في حتة كمان، انه كان من حسن حظي في مرحلة الشباب ان انتدب من صوت العرب كمذيع الى مكتب فتح الديب اللي هو مكتب جمال عبد الناصر للشؤون العربية في رئاسة الجمهورية. فتح الديب عاد باقتراح انشاء اذاعة.
نيجي هنا الانشاء لابد من تنفيذه. هو اسمه الحقيقي الاصلي اسمه فتح الديب، هو اسمه محمد فتح ابراهيم الديب مبروك الديب، لكن هو عمل الحكايه دي واحنا كنا بنعمل لما كنا محمد ابراهيم مع فتح الديب او بوحي فتح الديب الى المناطق العربيه في مرحله كان الانسان مجرد بس ايه بيغير اسمه شويه بس يلعب فيه يعني شويه يعني ده موضوع يكتب عنه في يوم من الايام. الفكره بقى نيجي هنا للتنفيذ، هنا بقى شارك فتح الديب في الإذاعة المصرية في الشريفين في اختيار المحور الثالث الذي يحمل اسم أحمد سعيد سيد علي. أحمد سعيد سيد علي ربنا يديله الصحة يا رب وطول العمر، أستاذنا كلنا، شاب عنده 28 سنة يعني خد بالك عبد الناصر 35، فتح الديب لم يكن قد تجاوز 30، أحمد سعيد 28 سنة. هذه هي فكرة يعني إيه شباب، مش معناها ان انا بقول شعارات ولكن اشتغل ويكون لي كونتريبيوشن اسهام. واحمد سعيد كان عنده حتى قبل صوت العرب اسهام في تغطية معارك القنال من ايام بعد الغاء بعد 51 بدا احمد سعيد عمليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال فبدا البريطاني. صوت العرب زي ما حضرتك اشرت بنصف ساعة ومع اتنين هم رواد الرواد، أولهم الأستاذ أحمد سعيد ربنا يديه الصحة، وتانيهم زميلته المرحومة الأستاذة نادية توفيق ابنة الكنيسة القبطية الوطنية، شكل ثنائي لارتياد أرض لم يرتدى أحد من قبل، وهو كيف تخاطب أمة عربية واحدة. وطبعا الشعار كان يمها بصوت الأستاذ حسني الحديدي عليه رحمة الله كبير مذيعين مصر أيامها، القاهرة تنادي أمة العرب الله. وبعد كده نشيد أمجاد يا عرب أمجاد، وطبعا من حسن حظ النشيد أن كان الملحن أستاذنا الكبير أحمد صدقي عليه رحمة الله وبصوت الأستاذ كارم محمود. دي البدايات الأولى لصوت العرب، وهذا هو زي ما قلت الجيل الرائد بالمعنى الريادة. بعد كده صوت العرب استوعب أجيالا كثيرة، وزي ما قلت كل منها كان معتبر صوت العرب قضيته وبيته. أنا مش بقول الكلام مجرد مش عمل إنشاء. يعني مش مجرد عمل بيروح وبيمشي. فطبعا الأجيال الأولى اللي بعده الأستاذ أحمد سعيد كان كلهم بقى ربنا يرحم اللي رحل، سعد زغلول نصار وربنا يدي الصحة لسيد الغضبان والمجموعة ديت، وبعدين جه بقى جيل إبراهيم مصباح وجيل صلاح عويس إلى آخره ومنعم سلام، ثم جيل تاني ممثلا في أمين بسيوني بن رحمه وأحمد حمزة، وأنا يعني مش عاوز أقول أسماء كثيرة علشان الواحد الذاكرة أصبحت مهيضة قدر الإمكان، لكن الحمد لله الأستاذ صلاح زكي أظن صلاح زكي من كان في إذاعة القاهرة، كان في إذاعة البرنامج كان في البرنامج العام مش نعم. ونقل بعد كده التلفزيون ثم الجيل الثالث اللي هو جيل الستينيات الذي أنا أتشرف أنني أنتمي إليه. أنا كان مفروض أتعين في البرنامج العام بحكم يعني تقدمي في المسابقة مسابقة المذيعين أيامها، لكن أحمد سعيد يعني إيه يعني توسم فيا كده حتة عروبة فتعينت في صوت العرب، وبدأت أعمل البرامج اسمها البرامج العقائدية، لأن إحنا أيامها كان الاشتراكية، إحنا قدمنا كارل ماركس في صوت العرب لان احنا كنا واقفين على ارض ثابته مش خايفين من اي يعني حاجة. التثقيف السياسي نعم. كمان كان حاضر لمين الميثاق اللي عمله عبد الناصر السنه او الاعلان عبد الناصر 62 قدمناه بالاغاني البلديه على صوت محمد طه ومحمد العزبي وشاعر الوثيقه السياسيه دي الفكريه دي نعم. بالاغاني ايه الشعبيه الشعبيه ان يصل هنا المساله التزامك كمثقف من غير انشاء ومن غير بايه بانك تصل الى اخوك او صديقك او مواطنك الفلاح في القريه والعامل في المصنع بس بشياكه وبرقي. وحديك مثل سريع جدا الميثاق اللي اعلنه عبد الناصر 21 مايو 1962 بعد نقاش من اعظم ما كان في تاريخ مصر الحديث بعد حوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية بين زعيم الثورة وبين كل القوى الشعبية وفي حاجات صعبة ما كانتش سهل. المهم هذا الميثاق بيقول حاجات كده، بيقول ايه؟ إن الفلاحين والعمال لابد أن يكون لهم أو يضمن لهم نصف مقاعد التنظيمات الشعبية باعتبارهم الأغلبية وهم وقود الثورة الحقيقي. ده كلام الميثاق، كلام هايل، والصياغة هنا أكيد للأستاذ الكبيرة الأستاذ هيكل ربنا يرحمه. أوكي
يوم يجي الشيخ او الحاج عبد الفتاح شلبي ده كاتب اغاني بيلبس جلابيه وعمه وانا اللي كنت بعمل الشغلانه دي ويقدم لي المساق الحته اللي انا قلتها دي يقولها ايه بقى فلاح وعامل لهم دستورنا راح يضمن نص الكراسي لتمثيلهم يكون اضمن دول اغلبيه وهم الساعد الايمن واي تنظيم سياسي شعبي يجمعهم يرد روحهم ويرفع شأنهم دايما. الله هذه الله. الترجمة الشعبية ومين غناها بقى؟ هقول لك من أجلها 10 حلقات و30 حلقة عندنا فاصل أنا عايز أسمعه الحاج أحمد محمد طه وعشر طه حلقات للحاج للأستاذ محمد العزبي وعشر حلقات للشاعر حواس سيد حواس شاعر الربابة فتلاتين حلقة تقترب من وتر حساس في وجدان المصريين في الصعيد ينقلوا هذا الكلام النظري البرنامجي السياسي فكر الزعيم فكر الثورة للناس لكن زي ما قلت برقي ولذلك اللي عمل اللحن المميز واحنا قاعدين بقول له حاج محمد طه حاول فعملنا حاجة اسمها ايه بالمواويل البلدية على الأرغول الوطني نهدي الأمة العربية ميثاق العمل الوطني الله الله استاذ محمد احنا هنطلع انا مش عايز الحقيقه فاصل واظن ان المشاهدين كمان لكن ده احنا لازم نطلع الفاصل دلوقتي حالا وهنكمل الرحله دي بعد الفاصل الشموع للاذاعه بعد 50 عام وحيوا صوت العرب وبرنامجنا العام وإذاعة الشرق الأوسط والشباب والشعب مليون تحية ليهم مع ألف ألف سلام يا عيني يا 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 عيني عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بدعه الراديو قد اسعدنا قد اسعدنا قد اضحكنا قد اضحكنا والانحاء الكل شبكنا الف تحيه الف تحيه الف تحيه بكرر التحية لحضراتكم مرة تانية وألف تحية للراديو والتحية لصوت العرب محمود شكوك وفنان الشعب تصور بيغني للراديو وبيحيي صوت العرب في مطلع الأغنية ده كأنه استكمال لحضرتك كنت بتقوله ازاي نوصل للمواطن العربي البسيط في أبعد ضيعة أو يعني قرية أو نجا أجمل تحية لصوت العرب في رأي المتواضع حكاية المواطن العربي البسيط هي الجملة البسيطة التي سجلها بروفيسور يعني حوراني ألبرت حوراني الأستاذ الكبير في جامعة أكسفورد في إنجلترا اللي قال فيها إيه لقد كان صوت العرب إذاعته تسري مصر الكهرباء في الحياة العربية فانتفضت بها الحياة العربية في أول الخمسينيات وهذه الانتفاضة كانت انتفاضة ضد الاستغلال وضد الاستعمار إلى آخره في جملة بقى قال إيه كان البدوي البسيط ألبرت حوراني البدوي البسيط في قلب الجزيرة العربية يترك مضارب القبيلة ويذهب إلى المدينة الصغيرة القريبة من المضارب ويذهب إلى محل بيع الأدوات الكهربائية يطلب شيئا واحدا أبغي صندوق أحمد سعيد بس الراديو اللي بيجيب أحمد سعيد جهاز الراديو لا عاوز يقول ده راديو وطبعا بعديها من حسن حظ صوت العرب أنه بدأ اختراع الترانزستور ملوش علاقة هو بالمصطلحات بتاعتنا احنا لكن هو كل همه أنه يجيب شيء صندوق هذا ويعمل كده ويسمع صوت أحمد سعيد عمق الجزيرة العربية وهنا أصبح إيقاع صوت أحمد سعيد نغمات حنجرة أحمد سعيد ناهيك عن المضمون اللي كان بيقول أحمد سعيد كان يعني مبشرا بالعروبة الإيه كرامة العروبة التحرر الاستقلال رفض الاستغلال وده اللي خلى
يعني استاذه اخرى بروفيسور ساندرا ماكي في كتاب مهم جدا عملته، هي استاذه في جامعه كامبريدج، قالت ايه؟ لقد كان صوت العرب بمثابه المؤذن السياسي في المنطقه العربيه. يعني بيدن سياسيا. وبعدين الناس فاكره او من غير بحث يعني ان صوت العرب كان مجرد يعني ايه بيقدم رسائل سياسيه. نعم كان بيقدم رسائل، لكن صوت العرب كان يقدم فن الاذاعه بكل تنوعاته. هل تعلم مثلا انه زميلنا الراحل الاستاذ امين بسيوني عامل برنامج اسمه ايه؟ فرح الشهر. تقيم فرحا كل شهر في عاصمه او بلد عربي لعريسين ممكن يكونوا مجهولين جدا، ما بين العراق الى المغرب الى تونس الى السودان، مواطنين عرب. وايه وتحشد لهم وتصطحب معك من صوت العرب في القاهره اعظم الفنانين من مغنين ومنشدين وعازفين حتى يحيوا فرح هذا الفتى العربي وهذه المواطنه العربيه. هذا لم يكن سياسه، ولكن كان بيصب في النهايه في ايه؟ انه نحن عرب. ولذلك احنا كمذيعين عمرنا ما نعرف حكاية سيداتي سادتي. احنا صغيرين، انا دخلت عندي 21 سنة افتح صوت العرب من القاهرة تحس يا خبر ابيض. واخد بالك ليه؟ لانه عم حسن الحديدي بيقول القاهرة تنادي امة العرب. صحيح. وطبعا هنا بقى، وده حاجة تانية يعني كتبها واحد استاذ كبير اصله عراقي كان هو مفكر امريكي بريطاني اللي هو عديد داويشة، عمل كتاب مهم جدا عن القومية العربية في القرن العشرين. بيقول ايه؟ اخطر شيء هي القوى الناعمة التي استثمرها صوت العرب، وكانت موجودة. وعلى قمة القوى الناعمة ام كلثوم. طبعا واخد بالك. فعندما كانت ام كلثوم تشدو من خلال صوت العرب كان كل العالم العربي يسمع. وطبعا انت تعلم ام كلثوم بتشدو بايه؟ معظمها بقصائد وعلى اعلى مستوى من الفصاحة والبلاغة. وناهيك بقى عن ألحان العم الكبير رياض السلطاطي. هذه كلها هذه القوى الناعمة، وزي ما سمعنا دلوقتي مع شكوكو وغيره وغيره. وبعدين عرف العالم العربي مصر بكل قوى الناعمة، والأهم بقى وعرف إخواننا المصريون منذ الخمسينيات يعني إيه من المغرب عبد الوهاب الدكالي، ويعني إيه من تونس علي الرياحي، يعني ايه من السودان عبد الكريم الكابلي، يعني ايه من اقصى المشرق ناظم الغزالي، الحنجرة الذهبية العظيمة، كل هؤلاء الـ يعني ما هي دي العروبة، العروبة الفن زاهرة. يعني ايه في الخليج شادي الخليج وغريد الشاطئ، ويعني ايه في قلب الجزيرة العربية طلال مداح ومحمد عبده، ويعني ايه حتى في اليمن الجنوبي. وانا طبعا بقول اليمن دايما انا ليا ضعف انساني لانه ذكرياتي كشاب صغير مع اليمن. انا عايز لاني عارف ان عندك ذكريات من يعني. وانت من صوت العرب ورحت مع احنا شباب صغير القوات المصرية في اليمن. على فكرة الدور المصري في اليمن مهما قيل من تشهير حوالين هذا الدور العظيم اللي قامت بيه مصر في اليمن لصالح اليمن والأمة العربية ولمصر أيضا التي استطاعت أن تغلق باب المندب في حرب 73 لأنها كانت هذا البقعة هذه البقعة من الأمة العربية قد تحررت. والناس تقول لك إيه؟ ما حدش يعرف طبعا أن في نصب عظيم للجندي المصري في صنعاء طبعا في بداية أنت بقى عندك هتحكي لنا بكثافة، معلش الوقت بياخدنا من الكلام رائع. صحيح. تحكي لنا تجربتك يعني جزء من اللي كانت بتعمله الإذاعة المصرية في دعم حركات التحرر، إذاعة صوت العرب بسرعة قبل التجربة. احنا كنا خمس شباب صغيرين خالص. كان عندي 25-26 سنة. رحنا طبعا اليمن يعني ميراث الإمامية وميراث التخلف. وقبل وإجابة حضرتك يقول لك ايه حملة اليمن عملت مشاكل، في مشاكل، انما في النهاية كل حرب لها جائزة. جائزة اليمن حرب اليمن للجيش المصري والجهد المصري اللي احنا شاركنا فيه كانت ايه؟ اخراج اليمن من القرون الوسطى وانهاء حكم الامامة الى الابد. وقد كان اصبحت اليمن جمهورية، خرجت من القرون الوسطى، ما احناش مسؤولين بعد كده عما حدث طبعا، واخد بالك. لكن الفكرة ما الذي جعلك تذهب الى اليمن؟
وقد فزت بذلك بالك. والدراسة اللي عملها الأستاذ الدكتور أحمد يوسف دراسة علمية دكتوراه عملت يعني إيه وثقت هذا الجهد العظيم بالنسبة لليمن. اللي عايز أقوله بسرعة جدا مشهد يعني إحنا شباب مش عارفين نجيب أكل ويعني أنتوا كنتوا مسافرين من كنا الإذاعة رايحين دعما لإذاعة صنعاء دعما لإذاعة صنعاء اللي كانت لسه في البداية كانت لسه لا إذاعة صنعاء موجودة موجود بس إحنا بندعمها وده شيء جزء من الجهد المدني إحنا اللي كان الخمسة. بتعمله مصر نعم. وقتها فإحنا ماشيين في الشارع ليه؟ لأنه نجحنا في إن إحنا الضباط اللي في صنعاء يسمحوا لنا إن إيه نشاركهم الأكل الغداء في الميز بتاعهم وندفع يعني بس على الأقل لا حد يطبخ لنا يعني ده ضباط في القوات المصرية المصريين المصريين طبعا لا. احنا رايحين من البيت اللي ساكنين فيه جنب الإذاعة إلى في الشارع معانا مين؟ معانا شخص اسمه الدكتور طلعت اسكندر من إخواتنا الأقباط طبعا كان طبيب أطفال وكان أكبر مننا شوية فإحنا ماشيين فرحانين بنفسنا وبنتكلم والأخر وفجأة دكتور طلعت يقول لو سمحتوا وقف هنا نقف ويتجه إلى بيت من بيوت اليمن ويدق الباب لا يفتح الباب بانفراجة بسيطة وتخرج يد سيدة طبعا باللبس بتاعهم يعني التقليدي وعلى واليد ده تحمل طفلا صغير دكتور طالع يحمل الطفل ويطلع السماعة ويكشف على الطفل ويظبط الأمور وبعدين يعطوه لها وهي ما شفناهاش ويكتب لها الروجيتا يقول لها غدا باكر تروحين انت وزوجك الى المستشفى العسكري وتطلبي هذا الدواء وسيعطوه وانا كاتب كل شيء المستشفى العسكري المصري المصري وبعدين يقول لها بالشفاء الله خير حافظا وشافي كل وخمس يسد الباب بايده ويمشي كانما لم يفعل شيئا هذا الطبيب المصري طبيب المصري الخبت العظيم كان هو عضو نقابه الاطباء او وكيل نقابه فانا بتعلم الولد ابو 25 26 سنه انا وزملائي نتعلم يعني ايه تؤدي مهمه نبيله ساميه مهمه صحيح. قوميه دون ان تقول شعارات واحنا بتوع كلام بس هو بيعمل ده باستمرار كان فيه دائما هذه النماذج التي كنا نصادفها في اليمن. طيب هو الدور اللي لعبته كمان الدور الميداني حتى في العمل المقاوم العسكري صوت العرب واحنا عندنا في مشهد رائع الحقيقه من فيلم ايلات اللي عملته استاذه كبيره استاذ محمد علي سنه 93 من عم محمد علي انا اسف وبيقول بقى الدور ده الميداني زي صوت العرب خلينا نشوف جميل معلش جميل وهنرجع نعلق شويه صغيرين كده وللاسف اتفضل متأكد ان دي اذاعه صوت العرب؟ طبعا بس خلي الجهاز مطرحه عشان المؤشر ما يتحركش. انا صدقت ظبطته. وايه اللي يخليك متاكد كده؟ انا مش سامع غير صفاره. ما ده الوقت اللي بين نهايه ارسال الفتره الصباحيه لصوت العرب وبدايه ارسال اذاعه صوت فلسطين. المهم اننا على موجه صوت العرب. والله انا خايف لك مش هي. سيادتك يا ريس. طبعا طبعا يا ريس. لا اتفضل معاك يا فندم. اتفضل الرئيس. الرئيس مين؟ الرئيس جمال عبد الناصر. افندم يا سياده الرئيس اشكرك على حرصك طبعا لكن نفذ المطلوب فورا ربنا يوفقك. حاضر يا سياده الرئيس. نوار هنبتدي الكوبليه الاول من الاغنيه وبعدين زي ما فهمتك. ها حاضر يا فندم. من شطين وميه عشتكم عيني من شطين وميه عشتكم عيني يا غالين عليا يا اهل اسكندريه بين شط وميه عايشتكم. يلا يا سود جت اللحظه اللي انتم مستنيينها.
ده المشهد اللي بيقول ان كمان لصوت العرب اضافة بقى لكل ادوات الفن الاذاعي والاعلامي والفن عموما اللي كان بتستخدمها كمان ليها دور ميداني في ويعني الاشاره للصور بقى في الجزائر. طبعا دور الجزائر في الجزائر كان حاجه هائله يعني وفي عروض صوت العرب فلسطين. هقول لحضرتك القضايا الرئيسية التي خاضها صوت العرب من الأول لم تكن قضايا مصرية. نحن يعني صوت العرب بدأوا أول شيء الانتصار لسلطان المغرب اللي هو أصبح الملك محمد الخامس. نعم. لأنه كانت فرنسا قد نفته إلى مدغشقر فخاض صوت العرب أول معاركه ليعود سلطان المراكش إلى مكانه وإلى عرشه ضد الفرنسويين. تاني معركة حلف بغداد انتصر فيها صوت العرب. يعني قصدي أقول كلها قضايا قومية بالدرجة الأولى. وقبل ما معلش قبل ما نخلص أنا الحقيقة نسيت أذكر اثنين من رواد صوت العرب لما التحقنا لقيناهم. واحد فيهم اسمه الأستاذ سعد غزال وده كان متفرغا لقضايا الجنوب واليمن. ومين التاني؟ أستاذ أبو الفتوح محمد أبو الفتوح الذي نحييهم جميعا رفض أن يتزوج إلا بعد استقلال الجزائر ولم يتزوج إلا بعد أن استقل الجزائر. بنحييك ونحيي كل هذه الرواد ونلتقي إن شاء الله على خير يوم الخميس اللي جاي. وحتى نلتقي بكل خير مساء الخير. شكرا.